اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة كورس الباوربوينت للمبتدئين. اتمنى يا جماعة ان انتم تكونوا مستفيدين بالكورس ده جدا، وتكونوا حققتوا اقصى استفادة من الفيديوهات اللي فاتت. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن السلايد او الشريحة، وعرفنا ايه هي خصائص الشريحة بصفة عامة، وعرفنا ازاي نتعامل مع الشريحة كويس جدا، وعرفنا ازاي نحط خلفية للشريحة، وده كان الموضوع اللي بعد السلايد اللي هو الباك جراوند. واعتقد ان احنا المرة اللي فاتت فهمنا الباك جراوند كويس، بس ممكن نراجع عليه كده بسرعة. نفتح باور بوينت جديد زي ما اتفقنا بيه، كنترول ان، ونيجي هنا نختار اللاي اوت بلانك زي ما اتفقنا، وعرفنا ازاي نعمل باك جراوند للسلايد بتاعتي عن طريق ان انا بدوس كليك يمين هنا وفورمات باك جراوند. وعرفنا برضو ان في 5 طرق علشان اعمل باك جراوند للسلايد، منها السوليد فيل، ومنها الجريدينت، واختار حاجات الجاهزه اللي الباور بوينت بيتاحها ليا، او البيكتشر ان انا اجيب بيكتشر من على الجهاز، او النت، او التكتشر واختار شكل من الاشكال ديت، او الباترن الاشكال اللي موجوده دي، او اهمهم على الاطلاق اللي هي الديزاين. باجي فوق هنا وادوس ديزاين واختار ديزاين للشريحه بتاعتي على حسب اللي انا عايزه. بس دي سوليد الاول. بعد كده نيجي هنا نختار الديزاين اللي احنا عايزينه، وعرفنا لو انا عندي اكتر من شريحه تمام ازاي اعمل ديزاين لشريحه واحده، وازاي اعمل ديزاين لكل البرزنتيشن بتاعي عن طريق ان انا بقف هنا وادوس كليك يمين واقول له ابلاي سيلكتد سلايد فقط. تمام كده ان شاء الله يبقى خلصنا خلصنا الباك جراوند، وهنتكلم في الموضوع اللي بعديه النهارده اللي هو موضوع مهم جدا من مواضيع الباوربوينت، وهو النصوص او التكست. النصوص يا جماعه حاجه مهمه جدا في البرزنتيشن بتاعك، لان انت ممكن تكون عامل برزنتيشن حلو جدا وتعبان فيه وبازل فيه مجهود كويس جدا، لكن يجي في الاخر النصوص يبقى التنسيق بتاعها وحش، او الاختيار مثلا كان فيه مشكله فيخليه يوقع لك البرزنتيشن اللي انت عامله ويضيع المجهود اللي انت عملته. تعالوا نتكلم كده بين ديتيلز شوية في موضوع التكست أو النصوص. نمسح السلايدز دي زي ما اتفقنا بديليت ديليت سلايد، نقفل كل ده، نيجي هنا ونختار اللاي اوت البلانك بتاعنا، ونرجع نشيل الديزاين اللي احنا عاملينه ده خالص. كل ده انا بشيل الديزاين، يعني ممكن ادوس هنا سوليد فيل واخليه ابيض اوتوماتيك. كده انا رجعت للديفولت بتاعي. تمام هنتكلم هنا، اتكلمنا المره اللي فاتت ان في لاي اوتس كتير، احنا بنختار مثلا اللاي اوت اللي فيه تايتل وسب تايتل. هو هنا بيتيح لي ان انا لو عايز اضيف نصوص ابص بس هنا كليك شمال واضيف النصوص اللي انا عايزها. تمام لكن انا دلوقتي لو انا اتفقت ان احنا هنختار بلانك معظم الوقت، عايز اضيف مثلا نص هنا بضيفه ازاي؟ بروح فوق عند المنيو بار اللي فوق بدوس انسرت، وانسرت بلاقي في حاجه اسمها تكست بوكس. التكست بوكس ده نوع التكست الاولاني اللي انا ممكن اضيفه. هكتب مثلا اي كلمه، هنكتب الكورس. يبقى دي كده اول طريقه من طرق اضافه التكست بوكسز، او طرق اضافه التكست بصفه عامه في السلايد بتاعتي. تمام طبعا انا ازاي بتعامل مع التكست ده؟ اللي اتعامل فيكم مع المايكروسوفت وورد او مع الوورد باد او حتى مع النوت باد، اي حاجه بدائيه للكتابه او النصوص، هيلاقي هنا ان الباوربوينت ما بيختلفش خالص عن الحاجات دي، او بيختلف في حاجات بسيطه جدا جدا، يعني ممكن ما نستخدمهاش كتير بالنسبه ليك لسه مبتدئ في الباوربوينت. فهنتكلم هنا مثلا ان انت ممكن تكبر الخط، تغير شكل الخط. بالنسبه للناس المبتدئين برضه انا هشرح كل ده بالتفصيل حالا يعني، بس عشان الناس اللي اتعاملت بعد كده مع مايكروسوفت وورد ما تشيلش هم الحاجات دي. الحاجات دي نفس اللي هم اتعلموه هناك هيلاقوه هنا بالظبط. فهنتكلم هنا ان احنا بنظلل دبل كليك على كلمه الكورس عشان نظللها، او بنقف عند اولها وندوس ونسحب نظلل اللي احنا عايزينه. تمام ونبدا نتعامل مع الجزء المربع اللي عندي هنا ده، او الاحسن ان انا بدوس فورمات. تمام او اتعامل مع الحاجات برضو اللي هنا دي كلها خصائص هنتعامل معاها مع الكتابه. نبدا اول حاجه بيه نرجع هوم ونتعامل هنا مع حجم الخط، تختار الحجم اللي انت عايزه. تمام وفي برضو طريقه تانية لحجم الخط اقولها لك دلوقتي. كل على فكره كل الطرق اللي انا ماشي بالكورس هبدا اقول لك ازاي تستخدم الشورت كاتس من الكيبورد، لان انت مع الشغل هتبقى يعني مجهود عليك ان انت كل شويه تروح تستخدم بالماوس، فيبقى الشورت كات بالكيبورد اسهل. تمام هنا عشان اكبر الخط بدوس كنترول، وفي الحروف بالعربي حرف الدال ده يكبر، حرف الجيم ده يصغر، يبقى كنترول ودال يكبر، كنترول وجيم يصغر. تمام بعد كده هنتعامل مع نوع الخط، ونوع الخط هنا ما بيفرقش كتير قوي في العربي، هتلاقي خطوط هنا قليله جدا نازله ديفولت مع مايكروسوفت اوفيس. لكن لو انت طبعا معظم البرزنتيشنز بتاعتك بالعربي هتحتاج ان انت تنزل من على موقع مايكروسوفت خطوط بالعربي، لكن في الانجليش طبعا هيفرق جدا، الخطوط دي كلها تفرق معاك في الانجليش.
احنا كده اتعلمنا ازاي نغير نكبر الخط وازاي نغير نوع الخط نفسه. تمام، انا عايز دلوقتي نتعلم حاجات تانية. هنتكلم هنا على بولد، يعني اخلي الخط تخين، او الاي دي يخليها مايلة شوية، او باجي عند اليو اللي تحتها الخط دي اللي هو الاندرلاين لاين، بخليه هنا في خط تحت كلمة الكورس. تمام، او الشادو، ان انا بخلي فيه شادو في الكورس، ممكن اضغط عليها تاني ارغي كل ده او احط اللي انا عايزه. تمام، يعني ديت لسه تحتها خط ارغيها. تمام كده، نكمل بقى بعد كده في حاجة كمان مهمة هتفيدني جدا، ان انا الـ AV ديت هي المسافة اللي ما بين الحروف. دي حاجة هتفيدني جدا في البرزنتيشن بتاعي. تمام، انا عندي يعني ايه المسافة اللي ما بين الحروف؟ يعني هنا مثلا انا صغرت المسافة اللي ما بين حرف الكاف والواو والراء والسين وهكذا. طب هنا خليتها هنا ايه تايت شوية، طب هنا مثلا خليتها واسعة، هنا خليتها واسعة جدا وهكذا. طب انا عندي هنا دي بخليها تحط داش كده على الكلمه، وده يفيد في البرزنتيشن. لو انت مثلا عامل برزنتيشن وعايز تقول ان الكلام ده اتلغى وفي كلام كتير، في كلام جديد اتقال، فبتقوم عامل ايه الخط ده. تمام، كل الحاجات دي طبعا هتعرفها بالتفصيل مع طول ما احنا ماشيين في الكورس، لكن انا بديك الحاجات البدائيه اللي انت هتحتاجها في الاول. تمام، يبقى احنا كده عرفنا ازاي نغير نكبر ونصغر الخط ونغير نوعه ونستخدم معاه شويه الخصائص اللي تحت دي. هنتكلم في حاجه مهمه دلوقتي وهي لون الخط نفسه. لو الخط نفسه باجي عند حرف الايه اللي موجود هنا ده وادوس عليه واختار بكل سهوله اي لون انا عايزه للخط بتاعي. طيب مثلا اخترت الاحمر ده بس عايز احمر غامق، اجي ظلال تاني بعد ما اخترت اللون الاحمر وادوس مور كولرز، واجي هنا عند كاستم وعايز ايه اغمقه شويه اعمل اللي انا عايزه فيه اهو بالشكل ده. تمام، يبقى احنا كده خلصنا الخصائص بتاعت الخط اللي موجوده فيه هوم. ناقص بس حاجه واحده، ان انا عندي الصندوق ده اللي هو موجود فيه الخط، كبره كده شويه. انا عايز كلمه الكورس دي تبقى في النص او تبقى على اليمين. الباوربوينت بيتيح لي ده زي مايكروسوفت وورد بالظبط عن طريق الثلاثه اللي موجودين هنا دول، ديت يعني في الشمال، ديت يعني في النص، دي يعني بودي الكلام لليمين، خليه كده في النص. تمام، نخش بقى اللي موجود فيه فورمات. نخش على فورمات، وعلى فكره معظم الحاجات الاليمنتس اللي هتحطها في السلايد زي زي مثلا لو حطيت شيب، لو حطيت صوره، لو حطيت اي حاجه، يبقى التعامل معاها من كلمه فورمات اللي هنا. شيب فيل، شيب فيل دي مهمه لانها تعمل لي الريكتانجل زي ما كرنجل او مستطيل كده حوالين الخط. نختار مثلا اللون الاصفر. تمام، بعد كده الشيب اوت لاين، يعني عايزين نحدد الشيب اللي موجود ده باللاين حوالينا. نختار مثلا اللون الاصفر ده بس انا عايزه غامق زي ما اتفقنا. نروح عند مور كولر كاستم من بي لاي درجه انا عايزها. تمام، بعد كده شيب افكتس. شيب افكتس دي حاجه مهمه جدا في الباوربوينت وهنستخدمها تقريبا في كل حاجه بعد كده، ودي قايمه جواها حاجات كتير جدا هتتحكم فيه من حيث الظل والريفليكشن الانعكاس وهكذا. نتكلم مثلا النهارده على الشادو. ده هيعمل شادو زي ما انتم شايفين كده للشكل اللي موجود او البوكس اللي انا حطيت فيه الكلام ده. تمام، بعد كده عندي فيه ريفليكشن. ريفليكشن دي بشوف درجه الانعكاس، شوف هنا مثلا درجه الانعكاس كبيره جدا. تمام، وعندي جلو. جلو دي يعني بتخلي فيه ظل كده من اللون، او زي هلا حاجه هلاميه كده من اللون حوالين البوكس. اختار مثلا الاصفر الكبير ده برضو، تتحكم انت مثلا هنا اللون اهو، تتحكم بقى اللي انت عايزه. ممكن تختار مور جلو كولرز، تختار اي لون انت عايزه، وهنا نشوف الدرجه بتاعتها زي ما اتفقنا. تمام، نكمل في سوفت ايدجز. سوفت ايدجز دي حاجه هنستخدمها بعد كده في الظل، هنسيبها دلوقتي. وعندنا هنا الروتيشن برضو هنستخدم ده بعد كده، ان انت عايز تخلي حاجه شكلها 3 دي شويه زي مثلا كده الشكل ده. تمام، عايزين نرجع في حاجه احنا عملناها، نرجع وندوس هنا نو ترجع لي زي ما هي. وعندك هنا بريزت، دي قوالب جاهزه برضو هو بقى مجهزها لك. تمام، لو انت عايز حاجه جاهزه بس طبعا احنا هنتعلم ازاي نعمل كل حاجه بايدينا وما نستخدمش الحاجات الجاهزه اللي هو جايبها لنا دي. تمام، يبقى احنا كده اتكلمنا عن دي اول طريقه ممكن اضيف بيها تكست بوك او اضيف بيها تكست للسلايد بتاعتي. نعمل سلايد جديده زي ما اتفقنا ازاي، كنترول ام اسهل طريقه. ونرجع هنا جاب لنا طبعا بلانك لان انا اخترت هنا بلانك، لو دي ما كانتش بلانك كان هيجيب لي السلايد اللي بعديها نفس النوع بتاع اللي اوت اللي انا اخترته. تمام، انا عندي دلوقتي طريقه تانية ان اضيف فيها النصوص، بالطريقه الاغلب اللي انا هضيف فيها النصوص في البرزنتيشن، ان انا بدوس انسيرت وباجي عند كلمه وورد ارت هنا واختار مثلا اي لون دلوقتي ونتعلم ازاي نغيره. ونقول له هنا خليها انجلش المره دي عشان نشوف شويه حاجات من انواع الخطوط كورس. اتعامل معاه نفس المعاملة اللي اتعملتها مع التكست العادي، هوم نكبر الخط براحتنا، نغير نوع الخط وهنا هيفرق جدا في الانجليش زي ما اتفقنا. وهنا هختار الخط ده، انا بحب الخط ده كويس. تمام،
طيب انت دلوقتي هتقول لي ايه الفرق ده عن الكلام ده؟ الفرق ان ده حاجه اسمها وورد ارت. الوورد ارت بيديك اشكال احسن، وتحس ان في اشكال فيها انسيابيه كده مع السلايد بتاعتك. تمام، ازاي؟ انا هكذا اظل دي كده، والحاجات اللي فوق هنا نفس الحاجات، مش هتختلف الفكره عندي، بس فورمات. تمام، هدوس على التلاتة ايه اللي موجودين دول. خلينا ننزل دي كده عشان يبان فورمات، وندوس هنا. ممكن اختار اي شكل من الاشكال دي، تمام، على حسب اللي هو هيمشي مع السلايد بتاعها. في حاجة مهمة جدا عايز اقولها لك برضو، ان باوربوينت مفيد جدا في الحكاية دي. نعمل كنترول ام، عايز اعمل ديزاين للسلايد دي، هاجي مثلا على ده وانا عايزها للسلايد دي بس، يبقى واي تو سيلكتد سلايد. تمام، وعايز اعمل باور وورد ارت هنا، بدل ما اعمل واحد جديد انا هاخد ده كوبي وبيست، اقف عليه واعمل كوبي بي كنترول سي، واجي هنا اعمل بيست كنترول في. تمام، اللون اتغير لوحده عشان يناسب الديزاين اللي موجود، بس مش ده اللي قصدي عليه. برضو اللي انا قصدي عليه ان اجي هنا ادوس عليه فورمات، انزله تحت، ادوس عليه فورمات، وبعد كده اشوف هنا الاشكال. هتلاقي الالوان دي اتغيرت ليه؟ لان الباوربوينت بيجيب لي الحاجات اللي تمشي مع السلايد او مع الباك جراوند اللي انا مختارها، او الديزاين اللي انا مختاره. ودي حاجة حلوة جدا الباوربوينت بيتاحها ليا، بدل ما تقعد توجع دماغك وتقعد تشوف ايه اللون المناسب، هو هنا بيجيب لك على طول الالوان اللي ممكن تناسبك. يعني هنشوف هنا ديت مثلا الوان معينة اهي، تيجي هنا عشان السلايد بيضة او الباك جراوند يعني لونها ابيض، هتلاقي هنا ايه اشكال تانية خالص. تمام، وبرده هنا على فكرة في الوورد ارت، هنا مثلا في الوورد ارت ممكن تتعامل برده بالشيب فيل والشيب والشيب اوت لاين والشيب افكتس، نفس الكلام بالظبط. عايز اعمل له هنا مثلا اهو، بص كده عملنا بيه ريفليكشن موجود هنا، وممكن بقى اتحكم في ميلان الخط مثلا، اعمله كده. تمام، طب انا عملته كده وباظ مني وعايز ارجع في الخطوه اللي عملتها، اتعلمناها المره اللي فاتت، ان انا بدوس كنترول زد، كنترول زد رجعني كذا خطوه اللي انا عملتها. طيب انا رجعت كده مثلا، عايز يعني عملت كنترول زد خطوه زياده، اعمل ايه؟ اعمل كنترول واي. لو كنترول واي بيقدمك خطوه لقدام، كنترول زد بيرجعك خطوه لورا في اللي انت عملته. تمام، بالنسبة كده للتكست ما اعتقدش ان في حاجة تانية نسيناها. اتكلمنا ازاي نحط تكست بوكس، وازاي نحط وورد ارت، وعرفنا ازاي نعمل تنسيق للحاجات ديت. تمام، طيب انا دلوقتي عشان بس نبقى خلصنا كل حاجة في التكست، انا كده كتبت العنوان، انا عايز اكتب الكلام اللي تحت. نفس الكلام بالظبط، اهو جاي على تكست بوكس وجاي هنا اكتب مثلا this باراجراف، يعني ده الباراجراف بتاعي. تمام، واخد الكلام ده اكبره كأنه مثلا موضوع كبير تحت، تمام كده. بقى عندي التكست اللي موجود تحت، اتحكم فيه زي ما انا عايز، واجي هنا برضو اختار له اللي انا عايزه، حجم الخط اللي انا عايزه، ونوع الخط مثلا نختاره كده اللي انا عايزه بالظبط، ويبقى ده الشكل بتاعي. تمام، في حاجة تانية برضه هنتعلمها، ازاي نضيف تكست على الأشكال، بس دي هنتعلمها إن شاء الله في الفيديو اللي جاي تقريبا، لما نشرح الشيبس بالتفصيل. زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت عشان ما ننساش، أنا كل ده منطقة الشغل بتاعتي، عايز أشوف اللي أنا اشتغلته. باجي على السلايد هنا، يطلع لي هنا دوس كليك، يطلع لي السلايد اللي بعديها، دوس كليك، هيطلع لي السلايد اللي بعديها، كده يبقى ايه خلصوا. اتمنى النهارده يا جماعه الفيديو يكون عجبكم، وارجو منكم زي ما بطلب منكم كل فيديو ان انتم تطبقوا اللي انتم خدتوه ده، وان انت تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه علشان يطلع لك كل فيديو جديد يظهر لك فيه النوتيفيكيشن. شكرا جدا يا جماعه.